حضرتك كنت أول مذيع يقدم مهرجان القاهرة منذ تأسيسه في 76. صح. هو مش بس كده، هو الفكرة أساساً لإقامة مهرجان القاهرة جت من الأستاذ الرائع كمال الملاخ. صحيح. كان قاعد بيقول معقولة إن القاهرة ما يبقى لهاش مهرجان سينما؟ كان عند عبد الحليم حافظ وأنا موجود. طب ما نعمل مهرجان. قال ما عندناش فلوس، فعبد الحليم قال أنا أعمل حفلات ونلم الفلوس نعمل بيها المهرجان. واتعملت حفلتين، غنى عبد الحليم ورقصت نجوى فؤاد ولمينا فلوس وعملنا المهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأول بنجاح. إيه فرق المهرجان القاهرة في أولى دوراته عن مهرجان الجونة في أولى دوراته؟ لا، الجونة ما شاء الله في الثلاث سنوات عامل مجهود كبير جدا جدا جدا.